اجتمع اليوم المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في الدورة 27 ديالو، وكما شفتوا واحد جدول الأعمال قائم، كانوا اللجان اللي عطاو التقارير ديالهم، وكذلك حاليا مجتمعين الجهات باش نشكلوا اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس ديال حزب الأصالة والمعاصرة، اللي المناضلين والمناضلات كما جرت العادة بين واحد روح المسؤولية كبيرة وواحد النقاش كان بمستوى عالي، وتنستعدوا في أجواء رائعة ديمقراطية وديال الإنصات الجميع للمؤتمر المقبل إن شاء الله، وغادي تكون محطة تنظيمية أخرى من مسار هذا الحزب الكبير اللي هو ثاني قوة سياسية في البلاد، واللي بين على القدرات ديالو في التدبير لا المحلي لا الوطني لا داخل الحكومة لا في المجالس الجهة ولا المجالس المنتخبة. وكذلك واحد الحمد لله كان واحد الحضور قوي وكبير، 100% ديال المناضلات وأعضاء وعضوات المجلس الوطني حضروا معنا اليوم وبينوا على التشبث ديالهم بحزب الأصالة والمعاصرة اللي التنظيمات ديالو تتشتغل بطريقة دائمة. الدورة ديال 27 ومخصص أساسا ليس فقط لتقييم العمل الحزبي والعمل القيادة الحزبية في إدارة الحزب، ولكن مخصص كذلك لتهيئ للمؤتمر المقبل اللي غيكونش في بداية السنة المقبلة. نحن كحزب التزمنا أخلاقيا وسياسيا وحزبيا باش يكون المؤتمر في وقته القانوني، في وقت درنا فبراير 2020 ودابا غنديرو في فبراير 2024. القانون كينص على 4 سنوات والنظام الأساسي كينص على 4 سنوات والتزمنا، فالآن غتكون بهذا التاريخ فالآن غتكون تكوين لجنة التحضيرية، هما سيتم التقسيم ديالها إلى مجموعة اللجان حسب الاختصاص، وستنتخب رئيسها اللي غادي يشتغل ويشرف على العملية ديال المؤتمر المقبل. نحن الآن في خط مستقيم نحو المؤتمر، إن شاء الله سيكون هناك مؤتمر ناجح بكل المقاييس.